جيناتك اليوم على العملية الطافي اللي هو عملية استبدال الصمام الأبهري أو الصمام الأورطي عن طريق القسطرة. هذه عملية جديدة حنا كنقوموا بها الحمد لله دابا هنا في طنجة في شمال المغرب، اللي هي كنقوموا بها عند أشخاص الأغلبية المرات كيكونوا مسنين، يعني كيكون عندهم 70-75-80 عام. كنقوموا بهذا الشيء حتى كيكون ضيق في الصمام الأورطي. هذه العملية اللي كنقوموا بها عن طريق القسطرة هو ما فيهاش جراحة، يعني وما فيهاش واحد البنج اللي كيكون يعني كلي، ماشي ديما كنعملوه. كيكون عند الناس اللي كيكونوا مثلا كيكونوا او ريسك شيرجيكال، يعني واذا عملوا القلب المفتوح كيكون عليهم واحد الخطر كبير، يعني في عطمه حنا ما نصيفطوهم يعملوا العمليه بالجراحيه، كنعملوا هذه العمليه عن طريق القسطر. كيفاش المريض يقدر يكتشف بان عنده هذا الضيق في الصمام الاورطي؟ اغلبيه المرات كيكون يا اما اختناق كيحس به ملي كيعمل شي مجهود، او لا ملي كيعمل شي مجهود كيكون جاب بحال كتجي شي ذبحه صدريه. ملي كنعملوا يعني تلفازات القلب ليكوغرافي كنكتشفوا بان عنده ضيق في الصمام الاورطي. احنا الحمد لله فرحانين بان في هاد 6 شهور الاخريه قمنا بست العمليات ديال هاد استبدال الصمام الاورطي عن طريق القسطره لو تافي،